شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55,408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94,945,173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145,558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6,000,000 متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1,000,000 متابع، مع ترجمة الفتاوى 16 لغة. لموقع الإسلام، سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير. كان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فوقتك هو عمرك، إنه رأس مالك الحقيقي.
لأنه محدود وما ذهب منه لا يعود. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. أي أن هاتين النعمتين لا يعرف قدرهما ولا ينتفع بهما كثير من الناس. وفي هذا إشارة إلى أهمية الوقت واغتنامه والحفاظ عليه. ورمضان شهر واحد في السنة يمر سريعا مر السحاب، كما قال تعالى: أياما معدودات. ولكن الله تعالى جعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، إنها أيام قلائل فلا تفرط فيها. أكثر من تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى، حافظ على النوافل والسنن الرواتب، ادع إلى خير، مر بمعروف وانهى عن منكر، وانصح لإخوانك المسلمين. اغتنم الأوقات الفاضلة في الدعاء والذكر، ثلث الليل الآخر، السحر، بين الأذان والإقامة، عند الإفطار، بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. تسحروا فإن في السحور بركة، ومن بركات السحور اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، إعانة على الصيام، إعانة على القيام لصلاة الفجر جماعة، مدافعة حدة الطبع التي يثيرها الجوع، إدراك وقت إجابة الدعاء، والاستغفار بالأسحار. يتابع طلاب أكاديمية زاد دروس الأكاديمية ومحاضراتها عبر قناة زاد التلفزيونية وعبر موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وتحظى هذه الدروس والمحاضرات بثناء الطلاب والدارسين لما يجدونه فيها من سهولة في الشرح وإيضاح للأفكار وتبسيط للمعلومات، ويتجلى ذلك فيما ينشرونه من تعليقات يؤكدون فيها فهمهم للدروس والإفادة التي يجنونها من المحاضرات، وفيما ينشرونه أيضا من صور تعرض تلخيصهم للمعلومات وحلهم للمسائل والأنشطة وأدائهم للواجبات. أكاديمية زاد، علم يزداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في 14 من رمضان، وهذه الليلة القادمة ليلة 15. إذن نحن انتصفنا، كنا نتراءى الهلال، واليوم والليلة ينتصف الشهر، فما أسرع ما تمضي الأيام، كما قال تعالى: أياما معدودات وكل معدود قليل. ها هو رمضان قد انتصف، فمن منا حاسب نفسه فيها لله وانتصف. من منا قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف. من منا عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له فيها الغرف. ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف. فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف، وأما شهر رمضان فمن أين لنا منه الخلف. مضى نصف الشهر ومضى فيه العمل، فمن الناس محسن ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، منهم سابق بالخيرات. من كان مسيئا فالفرصة للتوبة واغتنام ما بقي والمبادرة، فلعلها لا تتكرر.
من كان هاجرا للقرآن فهذه فرصة المصالحة، من كان قاطعا للرحم فهذا أوان الصلة، من قصر في القيام فزمان الطاعة لا زال قائما والأبواب مفتوحة. مضى نصف رمضان، ففي أي شيء أمضيناه؟ هل ذهب في نوم وطعام، نوم بالنهار وطعام وشرب بالليل، أو سهر على مسلسلات، أو ضاعت منا صلوات؟ فلنغتنم ما بقي في الإكثار من التلاوة وإطالة القيام والازدياد من النوافل والمحافظة على السنن والذكر والدعاء في السحر وفي ثلث الليل الآخر عند الإفطار بين الأذان والإقامة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والمحاسبة المحاسبة قبل أن يأتي أوان الحساب، فإنه أهون علينا في الحساب أن نحاسب أنفسنا اليوم قبل أن نحاسب غدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من المقبولين يا أرحم الراحمين. وإلى النفحة الإيمانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. طبع الإنسان على حب المال والحرص عليه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا المال. هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن آدم هذا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، مع أنهما واديان، الوادي الواحد هذا شيء عظيم، فما بالك بالاثنين وهو يبتغي الثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، سيبقى هكذا محبا للدنيا حريصا عليها، في طبعه التعلق بالمال والرغبة في المكاثرة وعدم القناعة والحرص الشديد والهلع، ولا يشبع من جمع المال ويبخل. قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولا يزال على هذه الحال ابن آدم حتى يموت، ويمتلئ جوفه من تراب قبره، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، فيها إشارة إلى أن من تاب من البخل والحرص المذموم والشح والهلع ورجع إلى الله، قبل الله توبته ووفقه لمرضاته ورزقه بالكرم والإيثار والجود والإحسان والإنفاق في وجوه الخير ويوفقه لذلك. القناعة مع الإيمان عنوان الفلاح وسبيل النجاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعة. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها.
القناعة غنى النفس، هذا هو الغنى الحقيقي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني أموال تجارات، ولكن الغنى غنى النفس. إذن الغنى المحمود هذا، لا كثرة المال والحرص على الزيادة. قال عليه الصلاة والسلام: أترى كثرة المال هو الغنى؟ يقول لأبي ذر: قال نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قال نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. وجاء في الحديث الصحيح الآخر: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من قنع استغنى، والقناعة غنى وعز، استغناء بالله عن غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان، يسمعان من على الأرض غير الثقلين: أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. حديث صحيح. إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنه من لم يكن له قناعة لم يغنه مال. القناعة سبب شكر النعمة. قال عليه الصلاة والسلام: كن قنعا تكن أشكر الناس. وقال: انظروا من إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. اللهم ارزقنا القناعة، واهدنا لأحسن الأخلاق، واجعلنا من أهل الجود والبذل والإحسان، وتقبل منا يا ربنا، إنك سميع مجيب قريب. وإلى أسوتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عند اقتراب شهر الصيام تكتظ أسواق المسلمين بالأطعمة والمشروبات، وتتضاعف الاحتياجات والنفقات، وتزداد منافسة الفضائيات، ويبحث كثير من الناس عن خريطة المسابقات والمسلسلات، وتزداد معها حيرة المشاهدين إلى أي شاشة يتجهون وأي مسلسل يختارون. مشغلات وعقبات ومؤامرات على رمضان تفرغه من معناه، وتحرمك من ثمراته وفضائله، وتحجبك عن الخشوع في الصلاة وتدبر القرآن. ولذلك كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان تخففوا من شواغل الدنيا وشهواتها، وأقبلوا على طلب الآخرة، فتراهم قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وباليسير من الطعام والشراب يكتفون، وبصحبة القرآن يعيشون. فاحذر أن تأخذك شواغل الدنيا وصوارف الشهوة ولصوص رمضان عن اغتنام الشهر الكريم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلنا نطقه ذكرا وصمته فكرا. والسمع نعمة من الله، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله المعافاة في السمع: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. هذه من أذكار الصباح والمساء المهجورة عند كثيرين، وقد علمها الصحابي لابنه، والحديث عند أبي داود. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يحرك شفتيه بالآيات ليستذكرها، فأمره الله بالاستماع والإنصات. كان يعالج من التنزيل شدة، يعاني، وكان مما يحرك شفتيه، يعني كثيرا ما يحركهما. فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه،
ثم إن علينا بيانه. فصار عليه الصلاة والسلام يستمع للوحي لما ينزل عليه، فإذا انطلق قرأه كما قرأه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يلتذ بسماع القرآن كما يلتذ بقراءته. وقال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود مرة: اقرأ علي. قال: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: فإني اشتهي ان اسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: امسك، فاذا عيناه تذرفان. رواه البخاري. كان عليه الصلاة والسلام ينصت لقراءة الصحابة في الصلاة. كان لا يزال يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه: من الذي يتكلم؟ عمر. وخرجنا معه يعني من عند الصديق، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن بالصوت الحسن، وقال لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: يا نبي الله، لو علمت بمكانك لحبرت لك تحبيرا، يعني ازددت في تحسينه من أجل أن أدخل السرور عليك. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، من يجعله يفرح، من يجعله يسر، يؤجر أجرا عظيما. وقيل لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت، يعني الإنسان؟ قال: يحسن ما استطاع. كان عليه الصلاة والسلام ينصت للقرآن، وكان ينصت أيضا لمحدثه إذا حدثه ولا يقاطعه وينتظر حتى يفرغ من كلامه. وكان هذا ديدنه حتى في دعوته المشركين، لو تكلم كافر أنصت إليه ليستجلب اهتمامه لكي يسمعه بعد ذلك. فلما جاء عتبة بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفات به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من أبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. فسمع منه ثم قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. خلاص صار لابد، ما دام استمع له في الأول لابد هذا المقابل واحدة بواحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها. كان عليه الصلاة والسلام يقبل على محدثه بكليته، ويقول عمرو بن العاص: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. كان عليه الصلاة والسلام يستمع لأهله كثيرا، وربما قالت له زوجته القصة الطويلة واستمع إليها كما حدثته عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع: في 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. حسن إنصات، إصغاء، تفهم، إعطاء الفرصة للزوجة تتكلم، ويقول لها في النهاية: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في الألفة والرفاء، لا وغير أنه طلق، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يطلق.
كان يعني فهو مستمسك بعائشة رضي الله عنها، كان يحب الشعر الحسن ويقول إن من الشعر حكمة، وقال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تكملة البيت وتكملة الشعر: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. ومن استماعه عليه الصلاة والسلام أنه لهذا أنه مرة لما ركب مع عمرو بن الشريد، لما ركب مع الشريد والد عمرو، مع الشريد والد عمرو، قال: هل معك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت؟ هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه، يعني هات. فأنشدته بيتا فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه. حتى أنشدته 100 بيت. طبعا لماذا؟ لأن أمية بن أبي الصلت كان موحدا، كان حكيما، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يستمع الحكمة، وكان أمية يقر بالوحدانية والبعث على عكس كفار قريش والعرب الذين كانوا يشركون وينكرون البعث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أمية هذا الشاعر الموحد: إن كاد ليسلم في شعره. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم استمع إلى كلام أصحابه وبعض ما نظموه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا السائق؟ من هذا الذي يتكلم؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. والحديث في الصحيحين. وفعلا ما دعا عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الرجل إلا ذهب شهيدا إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى فقرتنا التالية. أو ليصمت. فليصمت. يصمت. 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 أو يصمت. أو يصمت. ليصمت. قليل الكلام. كان قليل الكلام. قليل الكلام. كان قليل الكلام. قليل الكلام. كان اللي يشرح في فكرته حتى صار للناس. كان قليل الكلام. قليل الكلام. سأل النبي دوام عافية لهم في السمع والأبصار والأبدان. سمع النبي إلى ابن مسعود فذا يتلو الكتاب بغاية الإتقان. والأشعري تلا فأنصت سامعا ترتيله أحلى من الألحان. وكذا لعتبة حين جاء مجادلا يغريه زعما بالمتاع الفاني. وعلى شر القوم يقبل باسما كيما يؤلفه على الإيمان. من حسن عشرته يسامر أهله يصغي لما تحكي عن النسوان. يستنشد الأشعار من حفاظها إذ قد حوت حكما وحسن معاني. وحداء عامر المجاهد معجب يوم القتال محفز الشجعان. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وكثير من الناس يخرجون زكاة في رمضان، والزكاة النماء والزيادة والطهارة والبركة تنمي المال، وسميت صدقة في كتاب الله لأنها دليل على صدق إيمان أصاحبها. إنما الصدقات للفقراء الزكاة، والصدقة برهان كما قال عليه الصلاة والسلام.
أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة واجب على كل مسلم له نصاب، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو غير عاقل. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والنصاب مقدار معين من المال لا تجب الزكاة في أقل منه، يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية. يعني مثلا نصاب الإبل 5، نصاب البقر 30، نصاب الغنم 40، نصاب الذهب تقريبا 85 غراما، ونصاب الفضة 595 غراما. لا تجب الزكاة إلا على من كان مالكا للمال ملكا حقيقيا، بحيث يكون قادرا على التصرف فيه. وبناء على ذلك الأموال المفقودة والمحبوسة لا زكاة فيها، أموال الأوقاف وصناديق البر والجمعيات الخيرية لا زكاة فيها، مال الضمار، المال مثلا مغصوب، مأخوذ، مسروق، دفنه صاحبه في مكان وضيع مكانه لا زكاة فيه. لازم يكون من شرط الزكاة أن يكون المال عندك في حوزتك تستطيع أن تتصرف فيه، ولو نقلته بالأرصدة من مكان إلى مكان بالهاتف، ولو كان في حسابات في بنوك خارجية، ولو كان ما دام أنت قادر على التصرف فيه فهذا الذي تجب فيه الزكاة. لو كان المال مفقودا ثم وجده صاحبه يزكيه سنة عن سنة واحدة، الزكاة تجب بعد مرور عام قمري هجري كامل على النصاب. يبدأ حساب الحول من حين بلوغ المال النصاب، وإذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة انقطع الحول، فإذا رجع إلى النصاب بدأ الحول مرة أخرى. وإذا مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا على الورثة. إذا صار في سنة عند الورثة مضى عليه سنة في حوزتهم وجبت عليهم. إذن الملك والحول والنصاب 3 شروط للزكاة. النية شرط في أداء الزكاة، فهي عبادة لا تصح إلا بنية. فمن أعطى مالا صدقة بدون نية زكاة ثم قال أحسبها زكاة لا يصلح ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا من أخرج الزكاة عن شخص بغير إذنه لا تبرأ ذمته حتى يأذن أولا. من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة. الذهب نصابه 20 دينارا تساوي 85 غراما، والفضة 200 درهم تساوي 595 غراما، ولا يجب ضم أحدهما للآخر. والقدر يعني هذا إذا بلغ نصابا في زكاة، وهذا إذا بلغ نصابا في زكاة. القدر الواجب 25 في الألف، 2.5%، 1/40، كله واحد. وإذا أراد أن يخرج الزكاة بالعملة النقدية ضرب الغرامات بسعر الغرام وأخرج الزكاة 25 في الألف. والحلي الذي تتزين به المرأة أو تعده للزينة في خلاف بين العلماء، الأحوط أن تخرجه. وإذا كانت تجهل حكم الزكاة في الماضي فلا شيء عليها لقوة الخلاف في المسألة، وقد تكون لا تخرجه تقليدا لمن أفتى بذلك فلا حرج عليها. ولا زكاة في المعادن وما يسمى بالأحجار الكريمة ولو كانت أغلى من الذهب والفضة. فالألماس مثلا ما في زكاة، كذلك البلاتين ما في زكاة، البلاديوم إلا إذا كان يتاجر به، أما إذا اتخذه عنده ما في زكاة. الأحجار التي يسمونها كريمة، زبرجد، ياقوت إلى آخره، زركون، ما فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة. محمود من السودان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يرحمه عليك، في سؤال عندي عن الميت. أيوة، عن الميت، خاصة الحين في رمضان يصير شخص يتوفى صارت يعني فيه اختلاف، يعني
في شمع عندنا العزاء والفراش. أيوة. فيه ناس يعني لين توفى الميت ما يحضرون فراش، لو سار أبوه أو أخوه أو عمه يعني ما يحضر الفراش، يقول هذا شيء بدعة، يعني ما يستقبل الضيوف. إيش هو؟ إيش ما يحضر إيش؟ يعني مثلاً في ناس الحين عندنا يتوفى عندهم يعني 4 أولاد و5 أولاد يتوفى أبوهم. أيوة. يعني يصير في واحد أو 2 منهم يصيرون يعني ما يحضرون الفراش حق أبوه، ما يحضرون يعني ما يستقبلون المعزين، ما يستقبلون الضيوف. أيوة. يقولون هذا شيء بدعة، يقولون هذا شيء بدعة، يعني ما يستقبلون الضيوف. يعني سؤالك الآن، ما حكم الاجتماع للعزاء؟ ما حكم استقبال المعزين؟ أيوة الفراش شمع المعزين، في ناس تجي في البداية، في ناس تجي طيب. يعني أولاد عمه يعني طيب. أصحاب تسمع أصحاب. تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ محمد تفضل. من محمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام طيب بركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي. يا شيخ في رمضان وشفت حاجة ما كويسة ونزل من المن الخفيف، ما حكم صومي؟ طيب تسمع الجواب. بلال تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. شيخي لقد تخاصمت أنا وزوجتي وخرجت من بيتي دون إذن. خرجت من بيتك دون إذنك. فأرسلت لها مع أخيها أنها طالق بالثلاث إن لم تعد إلى بيتها قبل صلاة المغرب. إن لم تعد قبل صلاة المغرب، نعم. لكني ذهبت إلى بيت أهلها وطلبت منها أن تعود راجيا منها مستسمحها أن تعود إلى البيت ومرت بها، لكنها لم تعد. طيب وانت ايش كان ماذا كانت نيتك لما تكلمت، يعني لما قلت انها طالق اذا ما رجعت قبل المغرب، هل كنت تقصد انها تصبح طالقا اذا ما رجعت في الوقت هذا؟ لا يا شيخ، انا قد يعني كنت يعني معناها سبحان الله كنت اريد ان اخوفها هذا قصد. يعني هل كان قصدك اذا ما رجعت قبل المغرب تصبح طالقا؟ يعني شيخ أنا أردت أن أطعرها من ذلك الكلام، لكنها عصيت وذهبت إليها إلى البيت لكنها لم تعد. طيب لكن لو يعني لو سألتك الجواب نعم ولا لا؟ هل كان بصريح القول يكون نعم وإن كان بالباطن لا؟ لا لا، أنت قصد يعني قصدك في الباطن إن إذا ما رجعت إن إذا ما رجعت قبل المغرب تصير طالق؟ أنا بباطني لا أريد أن أطلقها، والدليل أني ذهبت إلى بيتها. طيب الله المستعان. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. صابرين من العراق تفضلي. أنا ما أعرف أقرأ القرآن. أيوة. وفي القرآن أفتح القرآن وأشر عليه، هل حلال أم حرام؟ إنك تأشري على المكان اللي وصلت إليه؟ يعني أنا أشر على القرآن عن السطور مع القرآن. أيوة. وأنا ما أعرف أقرأ، هل حلال علي أم حرام؟ يعني هل يجوز لك أن تقرأي حتى لو كان قراءتك فيها أخطاء؟ لا أنا إطلاقا ما أعرف أقرأ أبدا. طيب وبالتالي فقط أفتح القرآن وأجحد عليه. طيب إذا فتحت المصحف ما إيش تستفيدي إذا فتحت المصحف؟ بس هاي يعني جحد علي، هاي أحس قلبي يرتاح. طيب لكن تقرأي من حفظك؟ لا ما يعني صور قصيرة على حافظة وما أقرأها. طيب تسمعي من مسجل أو من جهاز؟ إيه؟ تسمعي من الجهاز؟ طيب اسمعيه وحاولي إنك تقرأي وراه لكي تعتادي القرآن. أم زكريا من الجزائر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا أم مسكة أطفال يعني وأنا مستلقية، مع العلم أنا عندي ألم
مرض في ظهري. وجدت أن أولد كان ممكن في أم ثاني. لحظة، أنت تقولي أنه عندك 6 أطفال، وبعدين؟ يعني من نهاية اليوم كنا تعب شديد، وأنا يعني مريضة من ظهري، يعني هل يجب أن أقرأ القرآن وأنا مستلقية على ظهري؟ أيوة، لا مانع أن تقرأ القرآن وأنت مستلقية على ظهرك، لا مانع أن تقرأ القرآن وأنت مستلقية على ظهرك. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا شيخ، عندما أصل إلى السجدة وأنا أكون لست يعني متبية الخمار وأنا في حجرتي، كيف أعمل؟ أسجد وأنا على تلك الحالة بدون خمار؟ يعني نعم، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن سجدة التلاوة ليست مثل الصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة، وقال بعضهم لا بد لها مثل ما للصلاة. فإذا كنت يعني مستوفية لشروط الصلاة أحسن، أفضل، أحوط. لكن كثير من العلماء قالوا إن سجدة التلاوة ليست كالصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. حنان من فرنسا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالان، سؤال عن صلة الرحم وسؤال عن الرقية الشرعية. بالنسبة لسؤال عن صلة الرحم، لدي عم قام بأكل يتامى أخيه، وقد حاولنا ترعيته ولكنه قطعنا، فأريد أن أعلم، أنا في فرنسا، فأريد أن أعلم هل يمكن الاتصال به لصلة الرحم؟ هو لا يريد التكلم معنا، هل يجب علي القيام بالواجب أم من الأحسن أن أتركه وشأنه؟ لو اتصلت عليه سيستقبل اتصالك ويسمع لك؟ هذا حسن. لا، أنا أقول إذا كان كذلك صلي رحمك. نعم، صلي. أنا لم أحاول أن أصل رحمي. أي نعم، كل العائلة قطعته، ولكن لا أدري هل يمكن قطعه كليا أم يجب أن نتصل به. قال عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك، صل من قطعك. حسن. طيب، السؤال الثاني. الرقية الشرعية، والدتي تريد أن تذهب بي للقيام بالرقية الشرعية، لأنني في وحدي في فرنسا، ولكن أنا خائفة لأنه هو يوجد شخص من الدولة قارئ للقرآن يقوم بالرقية الشرعية لكن مقابل جزء من المال، فأنا لا أدري أحكم الرقية الشرعية، وهل يجب علي الذهاب إليه أم يجب؟ لا يجب الوجوب، لا يجب، ولكن تقرأ أنت ترقين نفسك، أو والدتك تقوم برقيتك، أو أحد من أهل البيت يقرأ عليك ويرقيك. سارة من ليبيا، تفضلي. ألف السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، كأني بنحكي لك أني أنا يعني زوجي كان يزنى من قبل، وأنا شفت يعني في الحاجة هذه وخشيت عليه في بيتي ولقيت الشيء هذا. فأنا يا شيخة بعد ما شفت وصار خلافات واجد يعني بيني وبينه هكي في منزل أهلي، وصارت يعني درجة الطلاق، لكن هو ما بش يضلق يعني بعد ذلك الله. فبعدين يعني هكي حسينا أنه أهلي يقولوا لنا الراجل هذا يعني مش طبيعي، الشيء اللي كان يدير فيه من قبل، فشافوا شيخ من وراء هو ما يقتنعش، يعني محترامي لك شيخة يقول يعني ما يقتنعش بحاجة اسمها شيخ واجد. هو لا لا، الحين أنت عثرتي عليه، ماذا كان يفعل؟ كان يزنى يا شيخ. الفاحشة، ارتكاب الفاحشة. طيب، إذا تسمعين الجواب، هل تطلب المرأة الطلاق أو مفارقة زوجها إذا ارتكب الفاحشة؟ هل تطلب ذلك؟ هل تفارقه أم لا؟ طيب، أم أنس، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، والله عندي سؤال. أيوة. امبارح أنا في عندي ولد من كان عمره 4 سنين بحفظ القرآن، وهلأ صار عمره 7 سنين، لكن من يوم ما بدأت حفظ القرآن مكره على حفظ القرآن، ما بيريد يحفظه أبدا، وأنا بحاول ساعده يعني بعطيه هدايا بعطيه فلوس براقبه، أحيانا بطيح عليه بضرب ما بضربه، هل أنا آثمة بهذا الشيء؟ وكيف طريقة التعليم إله لو حتى راقبه بحفظ القرآن؟ يعني أنت الآن بذلت محاولات والحمد لله،
والولد كان في سن مبكر جدا يحفظ القرآن في 4 سنوات، هذا سن مبكر جدا، وأنت بذلتي محفزات، بذلتي مكافآت له لكي يحفظ ويستمر بالحفظ، حصل له نفور، لكن نسأل الله أن يلهمه رشده ويعود إلى حفظ القرآن، وهذا لعله يحصل إن شاء الله. يعني تغيرات تمر بالولد، وخصوصا هو في سن الطفولة، تغيرات تمر بالولد، فاصبري عليه وسيعود بإذن الله لمواصلة هذه العبادة العظيمة. ودعاؤك وأنت أمه له أثر عظيم في عودته إن شاء الله. نور الدين من المغرب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ. حبك الله. عندي 3 أسئلة جزاكم الله خيرا. أيوة. صلاة ركعتين في صلاة العشاء، ثم عندما سلم الإمام وقف في تأدية الركعة، لكن الإمام قام بسجود السهو، فهل أرجع مع الإمام؟ لحظة. أيوة، شوف، أنت الآن دخلت متأخرا عن الإمام، ولما سلم الإمام قمت أنت لتقضي ما بقي عليك، ففوجئت بأن الإمام سجد للسهو، فاسجد أنت السهو الذي فاتك مع الإمام في آخر صلاتك. سؤال الثاني. لا يضع بعض البدع المتفشية في الدعاء، وهل تأمين الإمام برفع اليدين له أصل في الدين؟ رفع اليدين ماله؟ رفع اليدين مع التأمين، مع التأمين مع الإمام، رفع اليدين مع التأمين مع التأمين. يقولون آمين آمين. لا بس آمين ما فيها رفع يدين. آمين عند رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الركوع، رفع اليدين عند الرفع من الركوع، رفع اليدين عند القيام الركعة الثالثة، 4 مواضع. أما آمين ما فيها رفع يدين. طيب، خديجة من إيطاليا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام. جزاكم طبرك الله خيرا عن البرنامج. أبي أدي أسأل سؤال يا سيدي. أنا من إيطاليا، تزوجت بزوجي 8 سنين، هو شاب أصغر مني 14 سنة، وأنا كنت متزوجة مطلقة. السلام عليكم. تفضلي تفضلي. عليكم السلام الله. وأنا تزوجت به ودائما أشتغل أنفق عليه، 8 سنين هنا في أوروبا، وهو يوم يشتغل مرتين، مرة يشتغل مرة ما يشتغلش، وأنا تعبت وزيست بشتغل، ما أطلبه بالنفقة، ما ينفق علي، ما أدني مهر، ما أدني أي حاجة، ما أدني وينه، ما أطلبه بأي شيء، أنا أطلب الحياة الزوجية بس يكون مستقر، ورجل متدين يصلي ويصوم والحمد لله. الآن ذهب إلى المغرب وبحجة إنه يريد أن أطفال، يريد أن يتزوج، وأنا لم أمنعه من الزواج، ولكن لا ينفق علي، وتركني هنا في إيطاليا وحدي. الآن تقريبا سنة كان يذهب ويرجع، يذهب ويرجع إيطاليا، لكن لم يرجع، وأهلي يقولون هذا ليس زوجا، يجب أن تجدي حل، وهو يوم يقول حطلقك ويوم يقول مش حطلقك، ما أعرف ايش أسوي يا شيخ، هل أطلب الطلاق أم أعود أجلس هكذا، لا أعرف ماذا أفعل، ولا ينفق علي، وعائلته تقول له يجب أن تطلقها لكي تتجوز واحدة ثانية عشان تخلف أولاد. ليش يعني؟ هل هو يقول أنك أنت عقيم لا تنجبين؟ لا، أنا ذهبت أنا إلى الدكتور، قال للدكتور أنت الحمد لله ليس لديك مشاكل، وهو أيضا يقول له الدكتور ليس لديك مشاكل الحمد لله، المشكلة إني أكبره سنا. طيب. وعائلته لم ترضى عن زواجي أول مرة. طيب. وهو راضي بزوجي وهو يحبني. طيب. ولكن مرة يقول لي أطلقك ومرة يقول لا. طيب اسمعي يا خديجة، اسمعي، ما دام الرجل الآن معرض عنك ولا يأتيك وانصرف إلى غيرك وخرج ولم يعد، وكان يأتي ويذهب والآن خرج ولم يعد ولا ينفق، ما في نفقة، خلص، إذا ما بقيت مصلحة لك من البقاء في ذمته اطلبي منه الطلاق، خلص، وإذا رفض اطلبي الخلع من القاضي، اطلبي الخلع، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته والحمد لله.
طيب الأخ عمر من سوريا، تفضل يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عند ابني سيارة واختلف أنا وياه هيك من شان تعطيلها وما تعطيلها، وصار يعني كلام معها، وبعدين حلفت إنه بالحرام هذا أطلع لك فيها، شو الحل؟ يعني أنت حلفت بالحرام إنك ما تركب مع ولدك في السيارة. لا ما أطلع له فيها لأن أنا بسوقها. ما إيش؟ أنا بشتغل عليها بسوقها يعني. طيب أنت تسوقها وبعدين حلفت بالحرام إيش؟ نعم. أنت تسوقها وتعمل عليها ثم حلفت، صار بينك أيوة. وبينه زعل. فحلفت بالحرام على نعم. ايش؟ على ايش حلفت بالحرام؟ انه ما اطلع لك فيها للسياره يعني. انك ما تستعمل، انك انت ما تستعمل السياره ولا تسوق السياره. ايه ما اطلع لا له خاصه، ما اطلع له فيها للسياره يعني بشغلاته الخاصه. يعني ما تقضي له حاجة بالسياره له هو. نعم. طيب. نعم. وايش كان قصدك بقولك علي الحرام؟ قصدت طلاقا، ظهارا، نعم. يمينا، ايش قصدت؟ ماذا قصدت بقولك علي الحرام؟ قصدت طلاقا، ظهارا، يمينا؟ ماذا قصدت بقولك علي الحرام؟ لا 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 ما في ما في ما في نية طلاق او شيء لا سمح الله، لا هي بس يعني هيك يعني مثل التخويف له. يعني قصدت اليمين، يعني قصدت الحلف فقط. نعم اي نعم ما 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 في نية طلاق. ولا قصدت الظهار انه أن أن زوجتك تكون محرمة عليك؟ لا سمح الله لا لا لا. طيب. ما كان بنيتي نهائيا. نهائيا، إذا خلص أنت الآن عليك يعني التوبة إلى الله من هذه اللفظة، هذه لفظة منكرة. لفظة علي الحرام هذه لفظة منكرة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فإذا لا تحلف بالحرام، وعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين برا بالولد وصلة له، ولتعود الأمور إلى ما كانت عليه، وإن شاء الله تكون أحسن. أخ عمر من الجزائر، تفضل يا عمر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤال في تفسير آية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا سؤالي يا شيخ. تسمع الجواب تفسير الآية فمنهم ظالم نفسه في الأنواع الثلاثة، من هم هؤلاء الثلاثة؟ أبو أحمد تفضل. طيب فيصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت بخير يا اخي. انا من سكان الطائف، اذا رحت الى مكه اصلي عند في العزيزيه عند الشيخ المحيصني، هل يعتبر من شد الرحال او المعادي؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له. كم المسافه؟ كم المسافه؟ يعني والله إذا رحت مع طريق الهدى يمكننا حدود 80 كيلو 85 حالة، إلى أنه 80 هذه مسافة سفر، مسافة سفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز السفر إلى بقعة أو إلى مكان للصلاة فيه إلا هذه الثلاثة، حتى لا يفضي ذلك إلى تعظيم بقاع أخرى ومنافسة هذه البقاع الثلاثة. فإذا الحديث لا تشد الرحال، لا سفر للعبادة في مكان يقصد ويؤمل العبادة إلا هذه الثلاثة، يعني الصلاة فيه، ولذلك وحتى لا تحصل منافسة لهذه الثلاثة من بقاع أو أماكن أخرى. مزيد إن شاء الله من التعليلات لهذا النهي، تسمع إن شاء الله مزيد من التعليل لهذا النهي، لماذا قال لا تشد الرحال وما المقصود به. إبراهيم من ليبيا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله نورا وهدى. امين واياك يا اخي. الله يسلمك. معي شخص روى لي ثاني يوم في رمضان. ايوه. ك-
كان عطشا ودخل المطبخ يعد الطعام. ايوه. ثم شرب ولكنه لم يشعر ولم يدرك كيف رفع الإناء وكيف شرب وكيف أنزل الإناء، لم يدرك ذلك تماما. يعني واحد في حالة ذهول، كأنه غائب عن الوعي فعل ذلك في حالة. نعم نعم، هو عقله تمام مكتمل. اي ولكن لما شرب كان ذاهلا، ما كان في شعوره. ما كان نعم في شعوره. اي على اي حال، نعم، من شرب ما كان في شعوره، لما شرب ذهل، حصل له حاله فقد الشعور فيها وشرب بغير قصد ولا تعمد، فصيام صحيح. جودي من سوريا تفضلي. نعم يا جودي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ والله من اول رمضان لليوم عم بحاول اتصل فيك، الحمد لله اليوم علق. الحمد لله، الله يعطيك العافيه. تفضل. انا بدي اسالك شيخنا، هون نحن بحمص قاعدين عم ناذن على التقاويم الفلكيه، وشفت سيدنا الالباني الله يرحمه واعترض عليها كثيرا وغيره، ابن باز وابن عثيمين. بدي اسالك، عم يقولوا صلاه الفجر اللي لما تصلوها مو داخله بالوقت، يعني انتوا عم تصلوا ما تقبل كفرض؟ هذا اول سؤال. والسؤال الثاني بدي اقول لك، امتى بدنا نمسك عن الطعام والشراب؟ وفي عندي سؤال اخر الله يحفظك. ايوه اسمعني. نعم نعم. شيخ قلت لك انا بحمص ادرس، بدرس طالب جامعه، فلما بروح بسافر على بلدي بروح على الشام، بضل بالشام مده معينه ليجي موعد طيارتي، بعدها بسافر على القامشلي. السؤال هون، لما بكون بالشام بيجي بيحق لي الجمع والقصر، يعني موعد الطياره معروف امتى بدي اسافر، بيحق لي او انا بالشام اجمع واقصر ولا لا؟ ليش لما مع تروح المسافه بين حمص والشام معروفه، يعني مسافه قصر. ما اختلفنا مسافه تم. ما اختلفنا، لكن في موضوع كم يوما تجلسون في الشام؟ اي والله حسب موعد الطياره، مرات اثنين مرات ثلاثه، ما بيتجاوز اربعه يعني. خلص، اذا كان ذلك كذلك يجوز لكم القصر في الشام. في الشام، وانا بعرف قديش المده اللي بضل فيها يعني. ها ايوه، من ذهب الى مكان، سافر الى مكان لا يدري كم يجلس فيه، فهو يقصر، لا يزال يقصر. فالمسافه من حمص الى دمشق، واهل سوريا يطلقون على دمشق الشام، من حمص الى دمشق مسافه سفر، فاذا جلستم فيها تنتظرون العوده، لا يحبسكم الا حجز الطياره او حجز السياره او الحافله او اللي هو، فلا تزالون تقصرون لأنكم لم تعزموا الإقامة، ولا يحبسكم إلا انتظار وجود مكان أو توفر حجز للعودة. أنور من المغرب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد السؤال عن عملة افتراضية، هناك عملة افتراضية في الأنترنت تسمى البيتكوين، فما هو حكم التعامل بها؟ طيب، هذه من المسائل النوازل، يسميها العلماء النوازل لأن أشياء مستجدات. البيتكوين عملة إلكترونية، وبالذات لما صارت شبكة الإنترنت وخرجت حتى بعض الألعاب الإلكترونية التي فيها إنفاق مال، يدفع مال ويحول إلى بيتكوين، تحول الأموال الحقيقية أو الأوراق العملة النقدية إلى بيتكوين، ويتم التداول في البيتكوين، هذه العملة الإلكترونية عبر الشبكة. على أي حال تسمع الجواب إن شاء الله، إذا كان في شيء في الموضوع هذا نبينه بإذن الله تعالى. وأنس من الجزائر تفضل يا أنس. أنس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله. حبك الله. عندي أربعة أسئلة إذا ممكن يا شيخ. طيب نختم بأسئلتك لضيق الوقت، تفضل يا أخي. نعم، حكم من يصوم بدون أن يصلي مع العلم أنه دخل في الإسلام حديثا؟ هذا السؤال الأول. لا لا، هل يجهل فرض الصلاة أو لا يعلم فرض الصلاة؟ لا
لا هو لا يستطيع أن يصلي لوحده لأني أنا أرشده، هو لا يزال جديد معك من حوالي شهر دخل الإسلام. يعني أنت الآن هو تحت التعليم، يعني أنت الآن تعلمه كيف يصلي؟ تحت التعليم نعم، أعلمه كيف يصلي، لا يعرف شيء، هو جاهل. طيب يوجد صعوبة. إذا أكمل، خليه يكمل صيامه وأكمل أنت تعليمه، يعني خليه يصوم، لأن الصيام سهل، تقول من الفجر للمغرب لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي زوجتك، هذه سهل يفهمها، مع النية تقول له مع النية صيام لله ما في أكل ولا شرب ولا زوجة، هذه سهل يفهمها. الصلاة تحتاج إلى حفظ الفاتحة والأذكار، ولكن قل له أن يصلي على حسب حاله، يعني لو قال أنا ما عندي إلا الحمد لله الآن، لا أستطيع أن أحفظ منك إلا الحمد لله فقط، فنقول صلي بها، قول الله أكبر الحمد لله، خلي يصلي على حسب حاله، وكل يوم يتعلم زيادة يضيفه على صلاته، يعني لا يترك الصلاة لأنه لا يحفظ، يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي بما معه، لو ما معه إلا الحمد لله رب العالمين خلاص الحمد لله رب العالمين، فاتقوا الله ما استطعتم، لا تتركه يترك الصلاة لأن ما هو حافظ الأذكار والأدعية والتحيات، وإنما يصلي على حسب حاله، وأنت علمه بالتدريج. طيب السؤال الثاني. بالنسبة أنا وزوجتي نقاطع أم زوجتي لأنها ترتكب أشياء تخل بالدين وتجاهدنا في الدين، يعني ما لا نستطيع أن نصلها لأنها تسبب لنا مشاكل وأشياء من هذا القبيل، فهل هذا يجوز معانا في شهر رمضان؟ يعني هي تعمل أشياء تخرج عن الملة، تخرج عن الإسلام؟ نعم هي تدعوها لأشياء لا ترضي الله. إيه لكن قد ترتكب حرام لكنه ليس كفرا، على أي حال عليكم دعوتها إلى الإسلام، عليكم دعوتها إلى التوحيد، عليكم دعوتها إلى الحق، يعني ما تتركوها، تعظونها وتذكرونها وتدعونها بين فترة، بين مدة وأخرى، بين مدة وأخرى تقوم بدعوتها. السؤال الثالث. بالنسبة لبيع الأجهزة الاستقبال، جهاز الاستقبال والتلفاز، بالنسبة لأي، لماذا عندما يكون جهاز الاستقبال يحتوي على قنوات لكرة القدم ويمكن قنوات أخرى، أنت تعلم مشاهدين لا تستطيع أن تتحكم بماذا يشاهدون، يعني لكن الأجهزة هذه تستطيع أن يستعملها سلاح ذو حدين. يعني أنت الآن تسأل على حكم بيع الريسيفرات حكم بيع أجهزة استقبال البث الفضائي؟ نعم. أيوة خلص، تورعوا عنها ولا تبيعوها واتركوا ذلك، ما دام أن بعض الناس استعملوها في الشر ويطلعوا فيها قنوات سيئة، لكن قد يوجد بعض الأجهزة المبرمجة على قنوات معينة مباحة أو قنوات طيبة ولا يوجد غيرها، يعني هي مصممة على أن تبرمج على هذا ولا يضاف إليها غيرها ربما، فهذه اللي تحتوي على القنوات المباحة الطيبة المعدة سابقا لا مانع من بيعها، أما تبيع الجهاز المفتوح هذا اللي الناس تستعمل وتستعمل تورعوا عن ذلك. السؤال الأخير. حكم الإسبال بالنسبة للرجل، ما هو وبارك الله فيك يا شيخ. حياك الله يا أخي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ويكفي في هذا موعظة في الإسبال. بالنسبة للأسئلة الواردة في التطبيق البرنامج، هذا سؤال يقول زوجتي حامل في الشهر السابع، تعبت وأفطرت يومين، خلاص إذن عليها القضاء فقط الحمد لله، هل يجوز أن نتصدق بأموال الأيتام؟ الجواب لا يجوز الصدقة من أموال الأيتام، وإنما تجب فيها الزكاة، وإذا كان عليهم نفقات واجبة كذلك، أما المستحب لا يخرج منها. يقول أدير شركة يشاركني فيها شخصان، كل واحد منهم بقدر معين من المال، وأعطي كل واحد نسبة من الأرباح كل شهر،
كيف تحسب الزكاة المفروضة؟ في نهاية الحول تزكي نصيبك من رأس مال الشركة بالإضافة لأرباحك إذا بلغت هذه نصابا، وكل واحد عليه مسؤولية من الشركاء أن يزكي ماله وأرباحه، المال شاملا رأس المال والأرباح. أعيش في السويد وهنا ساعات الصيام 21 أجمع، وقال الشيوخ لنا نصوم 18 فقط، واتفقوا أن الإفطار يكون الساعة 9. إذا عندكم ليل ونهار متمايزان فيجب عليكم الصيام من الفجر إلى المغرب، فمن عجز يفطر لعجزه ويقضي بعد ذلك، يعني أكيد رح يجي وقت يقصر فيه النهار ويستطيع الصيام. فإذا انتصوا ما دام عندكم فجر ومغرب انتهينا، هذا قول جمهور العلماء. في اجتهادات طلعت من بعض الناس أنه إذا زاد عن 18 ساعة، طيب وإذا كان 17 وإذا كان 18.5 17 19، ليش يعني ما هو الدليل على الثامن 18 ساعة تحديدا؟ ما هو الدليل؟ من ما دام عندكم فجر وعندكم مغرب انتهينا، اللي عجز اللي يعجز يفطر ويقضي والحمد لله، مسألة سهلة، من عجز يفطر ويقضي. أما تقول يعني نفطر قبل المغرب، يعني هذا بعيد. طيب تقول يعني أو يقول نذرت أن لا أحضر زواج ابن أختي بسبب خلاف. لا يا أخي، كفر عن يمينك عن هذا النذر، لا نذر في معصية، هذه فيها قطع رحم. إذا العرس ما في منكر اذهب واحضر وصل رحمك، وأنت خاله أو خالته وهذا ابن الأخت عزيز من أجل الأخت أيضا، صلة للأخت يعني صلة لعدة جهات. يقول السؤال والدي شخص متدين ويقوم بتغسيل الأموات مجانا، بعضهم يلح عليه في أخذ الأجرة. نقول تغسيل الأموات واجب المسلمين، تغسيل الميت المسلم واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومن غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، وفيه أجر عظيم. ولذلك يستمر أبوك والحمد لله على طاعته ولا يأخذ الأجر على ذلك ما دام مستغنيا الحمد لله. لكن لو صار الأمر إلا أنه سيترك المجال لأنه ما عنده رزق يكفيه وما في أحد يتولى هذا الأمر، لا خلاص يأخذ الأجرة ويغسل ولا يبقى المسلم بغير تغسيل وتكفين، هذا ما يجوز، حرام، يأثم المسلمون جميعا. طيب اختلف أهل العلم في مسألة زكاة الحلي، وهذه طبعا سبقت الإشارة إليها في الحلقة. فننتقل إلى سؤال آخر يقول ما حكم التصفير؟ اختلف أهل العلم في التصفير على ثلاثة أقوال، منهم من ذهب إلى المنع والتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز، ولعل أقرب الأقوال أوسطها وهو الكراهية، خصوصا إذا لم تكن هناك حاجة تدعو إليه، كونه من شأن الجاهلية يدل عليه قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير والتصدية التصفيق، طبعا تصفيق للنساء، لكن التصفير هذا أيضا ورد أنه كان من منكرات قوم لوط التي ذمهم الله بها، وتأتون في ناديكم المنكر، جاء عن مجاهد وابن عباس قبله أن الصفير كان من منكرات قوم لوط التي ذمهم. على أي حال الواحد لا يستعمل إلا الحاجة، قد يحتاج في نداء شخص بعيد وما عنده طريقة أخرى، هذه حاجة لا مانع، لا مانع.
لكن لا يعني هو من شأن غالبا يعني يستعملونه فين؟ في الملاعب، في أماكن اللهو، ما هو ليس من شأن، يعني ما هو من يعني المروءة، ليس من المروءة أن واحد يصفر، يعني هذا من شأن ناس قد يكون بعضهم فيهم سفاهة، فيهم طيش، فيهم ما هو من شأن، يعني ما هو من الأدب الإسلامي أن واحد يصفر، ليس من الأدب الإسلامي في ذلك. طبعا عند الحاجة قلنا الحاجة لا بأس. يقول نحن في فرنسا نصلي على درجة 12 الفجر والعشاء، تقويم درجة 12. وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب، يعني غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. فنصف الليل طبعا نحسبه وقت المغرب وقت الفجر نقسمه على 2، هذا نصف الليل. وقت العشاء إذا متى يبدأ؟ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا الوقت الشرعي. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فلكيا يوجد درجات، فلكيا يوجد درجات، وبعض الفلكيين عندهم نوع نقاش يعني في مسألة أنه على درجة كم يطلع الفجر. ولذلك هذه تكلفة العامة بها، تكلفة العامة بها صعب عليهم، ولذلك يقال لهم العشاء إذا غاب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، والفجر من طلوع الفجر إلى غروب إلى طلوع الشمس. الحمد لله. يقول ما حكم الوضوء بماء الصرف الصحي المعالج؟ إذا كان في صفات نجاسة من طعم أو لون أو ريح فلا يجوز. فإذا عولج الماء النجس وفصلت منه النجاسة نجا فصلا تاما ولم يعد فيه لا طعم ولا لون ولا ريح، عاد طاهرا مطهرا كأصل خلقته. وإذا بقيت فيه نجاسة أو بعض أحد صفاتها فلا يجوز استعماله. أحيانا يبقى فيه رائحة، أحيانا رائحة نجاسة تبقى فيه، فبحسب الحال. ويمكن يكون التعقيم والتكرير درجات أيضا، وبعضهم يستعملوا في الزراعة يكرروا بدرجة معينة ويستعملوا في الزراعة، وبعض ما ينتبه يدخل على مكان حديقة ويفتح ويكون حديقة عامة ويكون هي تسقى وتروى بماء الصرف، هذا قد يكون جعلوا له بعض المعقمات لكن ما أزيلت كل صفات النجاسة منه. فكل المسألة مع اعتمادها على هل زالت صفات النجاسة منه بالكامل أم لا. يقول الوقوف بجوار الإمام لضيق المكان لا مانع، إذا ضاق المكان واحتاجوا صفوا عن يمينه، فإذا انتهى اليمين صفوا عن شماله. يقول ما حكم استعمال البنوك المركزية في إرسال واستقبال الأموال والشراء وهي تأخذ عمولة عن عمليات التحويل؟ الحوالة وهو الأمر الصادر من مصرف أو مؤسسة بناء على طلب المحول العميل، بناء على طلب طالب التحويل إلى مكان آخر، مؤسسة أخرى، فرع مصرف في بلد آخر، وهناك أجرة للعملية. إذا تم تحويل نفس العملة من مكان إلى مكان مع أجرة لا مانع. والحوالات التي تقدم بعملة ويطلب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، والمقابل جائز شرعا. طيب السؤال هل يكون الإفطار أول الأذان أو بعد الانتهاء؟ لا، إذا غربت الشمس خلاص، وإذا كان يؤذن على غروب الشمس بمجرد ما يقول الله أكبر تفطر. الإفطار في رمضان المسافر واجب أو مستحب؟ إذا كان يضره واجب، وإذا كان يطيق إذا كان يشق عليه يستحب، وإذا كان يريد أن يكمل الصيام ما عليه مشقة زائدة، يعني مشقة يسيرة بالنسبة للحضر،
وأراد إبراء ذمته أنه أسرع في إبراء الذمة، طيب لا حرج. يقول: رجل باع سيارة بأقساط شهرية لمدة 5 سنوات، كيف يطلع الزكاة؟ نقول: إذا جاء حول الزكاة احصي ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي عند الناس وزكيها كلها، لأنك قصدت لمصلحتك. ما جاء واحد قال أعطيني قرضا أرجعه بعد 5 سنوات، لا، أنت تقسط لمصلحتك حتى يصل لك زباين. طيب، فإذا مرة أخرى تحسب ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي عند الناس وتزكيها. فلو كان عندك 100,000 نقدا وأموال تجارة سيارات للبيع ب300,000 وديون عند الناس 500,000 مثلا، خلاص تجمعها كلها وتزكيها. والأموال إذا كانت عند ناس معسرين مماطلين ما فيها زكاة، وإذا قبضتها فيما بعد سنوات تزكيها مرة واحدة. طيب، يقول: ما حكم الجلوس لاستقبال المعزين؟ بعض العلماء نهوا عن ذلك، وبعضهم قالوا لا بأس بالجلوس لاستقبال المعزين. وسئل شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن استقبال المعزين والجلوس التعزية فقال: لا أعلم بأسا في ذلك، في من نزلت به مصيبة أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب. ولكن ما تبسط الموائد. كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وعدم وعمل الطعام من النياحة. وقال من أجاب بجواز قبول التعزية أنه أن النياحة للأمرين معا، الاجتماع إلى أهل الميت وعمل الطعام، طبعا عمل الطعام المعزين من النياحة، أما أن يعمل الطعام لأهل الميت أنفسهم هذا قرب إلى الله. طيب، لكن أهل الميت يكلفون أنهم روح يبسطوا موائد للناس ويجيبوا إيش هذا؟ هذا فرح؟ كيف يكلف أهل الميت بمصيبة فوق مصيبتهم؟ روحوا سووا طعام للناس والمعزين، المعزون عداد، روح سوي لهم سماطا من الطعام، يلا أفرض موائد. ما هذا الكلام؟ هذه من المنكرات. طيب، تقول الأخت أنه أنا أطلب المفارقة إذا كان زوجي يرتكب الفاحشة. نقول: إذا ثبت زنا الزوج وأصر عليه فللمرأة أن تطلب منه الطلاق أو ترفع أمره إلى ولي الأمر ليؤدبه ويردعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. بعض مجرمون يدخل على زوجته الأمراض الجنسية، مجرم. الله أحصنه بزوجة يزني، هذا حده في الشرع الميتة بأسوأ الميتات، الرجم بالحجارة حتى يموت. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذا مما نسخ لفظا وبقي حكما، ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا والغامدي، ورجم الصحابة وراءه. طيب، جمهور بالنسبة لزكاة الفطر نقدا، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لأن تخرج يعني من الطعام، وأن هذه عبادة والعبادة توقيفية، والدليل يتوقف على الدليل، والدليل جاء بأنها إطعام. طيب، مسألة أنه يعني تفتح القرآن يرتاح قلبها لا مانع، ليس يعني محظور، ليس عملا محظورا، ولكن تحاول أن تتعلم، تعرف الحروف تتعلم. يقول: شركة تحتم عليه استخدام البطاقات الائتمانية وليس هناك خيارات أخرى. طيب، بما أن البطاقة للشركة، يقول البطاقة للشركة ليست له هو، فالآن استعمال البطاقة في تسديد،
هو لم يبرم عقد البطاقة، البطاقة أبرمت عقدها الشركة، فهو لا يعرف هل في غرامات تسديد تأخير ربا ما ربا. أعطوه بطاقة قالوا سدد منها، أعطوه بطاقة قالوا سدد منها، وهو لم يبرم عقدها ولا يعرف ماذا فيه. فالأصل الجواز، الأصل الجواز. أما إذا علم هذه مسألة أخرى، لكن هو على كلامه الذي قاله. أما قول الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي التي دون الكفر، ومنهم مقتصد يقتصر على ما يجب ويترك المحرم، ومنهم سابق بالخيرات مجتهد بعد الفرائض يؤدي النوافل، والحمد لله. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة: ما معنى قول الله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات؟ معنى الآية وقد مضت من قبلهم العقوبات في الأمم المكذبة التي عصت ربها. فازت معنا بجائزة مسابقة القرآنية اليومية الأخت نهلة عبد الهادي الحايك من الكويت. سؤال الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم. آية في سورة النحل جامعة لأصول التشريع، فيها أمر بكل خير ونهي عن كل شر، ما هذه الآية؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجاناً من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يومياً. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يومياً. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.